My Book of English، إنه كتابي الخاص باللغة الإنجليزية. ياسين ومريم وشخصيات أخرى سترافق في هذا الكتاب لأول مرة تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. كتاب لغة إنجليزية يبعثه للمؤلف في البداية سوفرم دو فيشي وورد، ندير له التصميم والتركيب بمشاركة زملائي الرسامين. بعد تأليف المحتوى تبدأ من هذه الورشات بين الرسم والتصميم الخطوات الأولى نحو طباعة الكتاب، إلى أن يتم التوصل إلى المرحلة الأخيرة من التصميم الإلكتروني التي تتخللها عمليات تدقيق وتصحيح متعددة ومعمقة. نبعث للمؤلف في شي PDF كنكمل مرحلة تاع نركب ونصمم الكتاب، نبعث له تصحيح أولي دير يصحح لي بعض الملاحظات وتصحيح الأخطاء، إذا وجدت يعاود يبعثه لي أنا ندير له التصحيح والتحفظات تاعو نصححهم، نزيد نبعث له في مرحلة أخرى تصحيح آخر. وكاين في مرحلة لازم يكون معايا باش نصحو أنا وياه سوغ إيكرون. هنا في هذه الورشة ينتقل كتابي إلى مرحلة ما قبل الطباعة التي يطبع فيها المحتوى على صفائح الألمنيوم. يتم طبع الكتاب avec des gravures في آلة تعرف بآلة CTP computer to plate، أين تحضر الصفائح من الألمنيوم تحمل محتوى الكتاب، أين تنقل بعد ذلك إلى وحدة الإنتاج. بعد هذا أصبح كتابي الخاص باللغة الإنجليزية مهيئا للطبع بكل صفحاته ومحتواه وغلافه الخارجي. تعرف ورشتين، ورشة الأوفست وورشة التجليد. ورشة الأوفست التي تطبع كما شاهدنا بالآلة تطبع 30,000 ملزمة في الساعة. آلة المسك التي كمية الإنتاج تاعها قدرات تاعها 13,000 كتاب في الساعة، حيث وصلنا إلى 100,000 نسخة في اليوم. الآن كل المحتوى مطبوع وجاهز، لكن بقيت مرحلة التقطيع والتجليد. عند جمع الملزمات في المرحلة التجليد، أين يجمع الملزمات بالغلاف لنحصل على كتاب نهائي. ها هو كتابي للغة الإنجليزية في تمام الجاهزية، بما فيه كتاب البرايل الخاص بفئة المكفوفين، وهذه أول دفعة سيتم توزيعها. هذه الشحنة الأولى لصباحة اليوم اللي متوجهة إلى تندوف وأضرار وكذا بشار والنعامة. هذه الكتب ستكون عند كل المدارس على ربوع الوطن، فبدأنا بصحرائنا الكبير، كذلك للمكفوفين نصيب في إطار تكافؤ الفرص للوصول للمعرفة، حيث أن هذا الكتاب كذلك نثمن وجوده بطريقة البرايل. أكثر من 1.5 مليون كتاب للغة الإنجليزية للسنة الثالثة ابتدائي تطبع وتوزع على جميع المؤسسات التربوية قبل 21 سبتمبر، موعد العودة إلى مقاعد الدراسة.